شرم يعني هي معروفة، هي it's a diving slash party destination. عادة اللي بيعمل دوت ما بيعملش دوت، لأن دوت بيقعد بالليل متأخر ودوت بيبتدي بدري الصبح، فالاتنين they don't mix قوي. شرم جميلة، الدايفنج سبوتس بتاعتها من أولها لآخرها. زي ما أنت بتشوف تحت المية الحاجات فيها كولرز، تشوف ترتل كبيرة وتشوف السكارز عليها. يعني أنت بيبقى معاك على المركب ناس من كل حتة في العالم، لما هم بييجوا يقولوا لك أنت يور دايفنج إن ذا ريد سي، فاهم؟ وبعدين يدوك قيمتك ان انت يعني ان انت بتشتغل هنا كل يوم. لا احنا عندنا شرم الشيخ يعني ريتش في حوار الدايفنج. الكوميونيتي هنا مختلف، يعني كان شرم تقريبا قرب نص اهلها او سكانها كانوا اجانب، برين وروسيا وانجلترا ايطاليا المانيا. It's a very diverse community. بدل ما تروح بره طب ما تيجي تعيش في حته تانية في مصر حلوه والناس بتجيلها من بره، زي بالظبط اللي احنا بنتكلم عليها شرم الشيخ. فاكيد في حاجه في شرم يعني it's worth it.